خلينا نكمل نحن وياكم اذا جولتنا اليوم على كل المواقع الالكترونيه يلي عم بتغطي اخبار مهرجان الدوحه، خصوصا اخبار الفنانين يلي رح يشاركوا باليوم الثالث لمهرجان الدوحه. وهلا من الفنان يارا خلينا ننتقل نحن وياكم للفنان العراقي ماجد المهندس يلي هو طبعا عنده مشاركات سابقه بمهرجان الدوحه، واليوم ايضا رح يكون عنده مشاركه لافته باسم العراق بهالمهرجان. خلينا ندخل نحن وياكم اذا على اليوتيوب. منشوف اذا اخر اخبار الفنان ماجد المهندس وانما من بعد هالبريك السريع. عودي لكم مشاهدينا، وبنوصل نحن وياكم هلا لاخبار الفنان العراقي ماجد المهندس يلي اليوم عم يكون عنده مشاركه لافته، وهون بدنا نقول انه ماجد المهندس سبق وشارك بمهرجانات الدوحه، اذا اليوم مش عم بتكون المشاركه الاولى لإله. خلينا نحن وياكم قبل ما نشوف اخباره عن مهرجان اليوم نستذكر اغنيه لإله بهالفيديو كليب على اليوتيوب. والغنية اللي راح نشوفها هي بعنوان ندامة. مشاهدينا أغنية ندامة هي أغنية جديدة للفنان ماجد المهندس يلي هو اليوم عم بيمثل العراق، العراق يلي موجود بقلوب كل العرب، وماجد المهندس يلي موجود بقلوب كتار من المعجبات يلي رح يكونوا ناطرينه اليوم بمهرجان الدوحة. مثل ما سمعنا هالأغنية الجديدة للفنان ماجد المهندس رح نسمع أيضا أغنية قديمة لهالفنان العراقي الكبير، والأغنية حتكون بعنوان ولا وحشني موت. إذا أيضا منشوف فيديو كليب آخر للفنان ماجد المهندس. اتمنى اموت.
الفنان ماجد المهندس، صحيح انها قديمه ولكنها من اجمل الاغاني، اجمل الالحان يلي غناها هالفنان، وطبعا الفيديو كليب ايضا مثل ما شفنا كثير متميز. اليوم بدنا نتمنى له كل التوفيق بالمهرجان للفنان ماجد المهندس.